ليكي في شي مرق؟ شي مثل شو يعني؟ على الأغلب هي سمكة قرش. لا يا لا تقول، الله يخليك. لك عم بمزح معي. مسحك السائل هاد، يا ريت تأجله لحتى نوصل على الشط، فهمان؟ العمى كأنه ضعنا. عن جد مو معقول أنت، ولا كأنه حكيت معك ما تفهم بنوم. تعالي لشوف. أهلا وسهلا فيك بدرس الصيد للمبتدئين. أنا ما بحب الصيد ولا دروسه. أنت بس تعالي لهذا الطرف، تحركي. عادي عادي لشوف. امسكي لقلك. وهلأ منحط الطعم بالصنارة لحتى يجي السمك وياكل. أنت بتعرفي هذا الشي ما هيك؟ وهي حطينا الطعم، ها؟ بس هيك بعدين نحن منرمي الطعم بالبحر. يلا يلا. كيف ما بعرف؟ رح أقلك. امسكي لشوف، امسكي منيح. بالأول مناخدها لورا ظهرنا. رح أزدت. أنت جاهز؟ يلا لشوف. شو رح يصير هلا؟ رح نستنى. طيب رح نستنى ونشوف. ليش عم تتعب معي على طول؟ كيف يعني؟ ما بعرف، حتى لما بدايقك بلاقيك جنبي، ما بتتركني بنوم، بتشوفني عم ابكي مشان واحد تاني وما هيك بلاقيك جنبي على طول. ليش؟ ما بعرف. على الأغلب لأنه ما بتحمل زعلك. لا تزعلي أبدا، لأنه ضحكتك كتير حلوة. لما تضحكي الدنيا بتصير أحلى بكتير. ها؟ كأني صدت سمكة. اسحبي 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 اسحبي. برافو عليكي، تعلمتي الدرس.